بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع صفقة كبيرة بعالم العقارات وموافقة برولوجس، أكبر مالك للعقارات الصناعية بالعالم وصندوق الثروة السيادية بالنرويج البالغ 890 مليار دولار على شراء KTR Capital بصفقة قيمتها 5.9 مليار دولار بهدف التوسع بأسواق أمريكا الرئيسية. برولوجس مع 22 مليار دولار قيمة سوقية قالت أنه هالاستحواذ رح بقوي مركزها بجنوب كاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي، كذلك شيكاغو، سياتل ودالاس. بالنهاية أصبحت المستودعات جذابة مع تزايد التجارة العالمية. ومننتقل للأزمة اليونانية والفوضى المالية اللي عم بتعيشها اليونان حاليا. البيع الحاد للسندات القصيرة الأجل دخلت الدورة السابعة على التوالي نهار الاثنين، مع ارتفاع أسعار فايدة السندات اللي بتنتهي مدتها ب 2017 لأكثر من 26%. هالتحركات أتت بعد إصرار رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على وضع سياسة حزب سيريزا على جنب بالوقت الحالي والتركيز على الإصلاحات لإنقاذ الاقتصاد وتجنب العجز. ومننهي مع إعلان شركة الاتصالات السعودية STC عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من السنة، حيث ارتفع صافي أرباح STC بنسبة 4.7% على أساس سنوي وصولا ل 2.5 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 2.4 مليار ريال من سنة تماما. سبب هالارتفاع بيعود لارتفاع إجمالي الدخل وارتفاع المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول، إضافة لانخفاض صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى ومخصص الزكاة والضرائب. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكره.